5 جويليا كان في المستوى من حيث الفنيات ومن حيث الأداء. وأول محاولة كانت لصالح اتحاد الحراج، خاصة هذه المرة عن طريق يونس بوغاش وأيت معمر، ومحاولات من الفريق المنافس كهذه لأندريا من اتحاد العاصمة، وأخفق في التسجيل لصالح اتحاد العاصمة. التركيز كان من اتحاد الحراج في الدقيقة 14، مخالفة من أيت عمر، وعمل ثنائي جميل جدا بين يونس وبوغاش في هذه اللقطة، ومنصوري ثم يونس يقدم كرة لبوغاش الذي يسجل الإصابة الأولى لصالح اتحاد الحراج بطريقة فنية، واهتز جمهور اتحاد الحراج. ثم أخفق فريق اتحاد العاصمة عن طريق سوغير درفلو وبن موسى وأندريا في تعديل النتيجة رغم هذه المحاولة من أندريا. غربي انطلاقة من وسط الميدان يوزع بذكاء لصالح بوغاش، ثم يونس يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الثاني، وفرحة كبيرة لدى أنصار فريق اتحاد الحراج، والاتحاد اتحاد الحراج ظهر بوجه جيد في هذه المقابلة بتحكيم ممتاز من السيد حلالشي عزرين ودولاش إلى جانب بوستا. هدف ثالث كان رائعا وممتازا في دوري المحترف الأول موبيليس، كان من الشاب أملان بتسديدة قوية في الزاوية 90 للحارس منصوري. هدف كان رائعا، 3-0 لصالح اتحاد الحراج أداء ونتيجة. نظن بلي مازال كاين رجال في الحراج، ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمنوا خير، وان شاء الله الفريق تاعنا الحراج الله يعاود يولي المستوى تاعو، باسكو كاين لاباط كاين دي جوار، عندنا امكانيات كاين امكانيات في الفريق هذا، ان شاء الله ان شاء الله احنا نطلبوا ربي سبحانه ان شاء الله ينجوا الناس المساهمين هذوما ولا بريزيدون، ان شاء الله يحلوا المشاكل تاع الفريق ان شاء الله.